قرار خلية الأزمة المشكلة لمكافحة جائحة كورونا في محافظة نينوى سمح للعوائل العالقة عند مداخل الموصل بالدخول إلى المدينة مع التجديد على إجراءات الفحص الطبي ومن ثم دخولهم الحجر الصحي لمدة 14 يوم. اتخذنا قرار أنه أهلنا اللي موجودين بالمحافظات الأخرى راح نسمح لهم بالدخول وفق القواعد اللي خلتها خلية الأزمة باستشارة خلية الصحة الملحقة بها. وبحسب شهود عيان فإن أماكن الحجر المخصصة لهم لم تكن حسب المعايير التي وضعتها منظمة الصحة العالمية، إذ يتم وضع ما يقارب 20 شخص في غرفة واحدة بسبب ضيق المكان، الأمر الذي ينذر بكارثة قد تحل بالمحافظة، إذ ما تبين أن أحدهم قد يكون حاملا للفيروس الشديد الخطورة. البارحة أكو ناس يعني فتنا عليهم، خابرناهم عن طريق ناس علاقات مالهم يعرفوهم، قالوا والله مبهدلين إحنا، لا أكل لا شرب بهدي. البارحة يعني بجود الأخ رائد فزع وأخوته وإحنا سوينا لهم عشاء البارحة مال 100 نفر، هي مو على هذا من مال الله سبحانه وتعالى، لكن وضعيتهم ما زينة، ما كل واحد بغرفة حاجي، كل 15 كل 20 يمكن بغرفة حاطيهم، فبالتليفونات يخابون عوائلهم يقولون قذونا ترى مكاننا ما زين ترى إحنا مبهدلين. وتقول الحكومة المحلية في نينوى أنها في صدد افتتاح مشافى كرفانية مخصصة للحجر الصحي خلال الأيام القليلة القادمة بدعم من جهات حكومية. نتابع العمل بالمستشفى الكرفاني، العمل إن شاء الله وصل مراحل متقدمة جدا وديسير بوتيرة متسارعة. هذه المستشفيات كلها راح تكون بنية تحتية تفيدنا بمواجهتنا لأزمة الكورونا، وإن شاء الله ما نحتاج لهذه الأزمة. ويمر القطاع الصحي في العراق بفترة صعبة، فمواجهة كورونا يتطلب إمكانيات كبيرة ومعدات متطورة، لكن للعراق عقولا وإمكانيات بشرية هائلة قد تساعده في مواجهة هذا الوباء. من الموصل قاسم الزيدي، التغيير.